وسبعين بيشوفوا. ميرسي، برافو عليك. ايوه ظبطنا هيك مرتب، حلو، برافو عليك. كل لون لحال، كل ستايل لحال، على الشلف. ايوه حطه نايس، عشان اول ما بيدخل الزبون بيشوفوا قدامه الستايلات الجديدة تبع بوب سوكيت. اكسسوارات التليفونات بنبيع فيه كل اشياء، مستلزمات الهواتف، النقالة، اي شيء بتحتاجه عنا هون بنبيع كل شيء بتحتاجه. اي شيء هاتفك الذكي بيحتاجه احنا بنبيعه هون. سو ما راح تطلع من المحل يعني فاضي الا ما تحصل على الشيء اللي بدك اياه. سو هيدا الشيء راح يكون ان شاء الله. مجموعة كتير شغلات كويسة للهواتف، النقالة، الخليوي. سو راح افرجي لك المجموعة اللي عنديها. سو انت الشيء اللي بتحتاجه شو هو؟ كوفر للهاتف، ولا بتحتاج علاقة الهاتف، ولا كوفر للهاتف، ولا السكرين بروتكتور حامي الشاشة، ولا في عندك اشياء تانية في فكرك بدك تشتري الهاتف تبعك؟ alright. اوكي فهمت عليك. مش مشكلة. انت في ايد امينة. سو انا راح اخليك تحصل على اي شيء اللي بدك اياه. سو تعمري لا تفكر بشيء. سو انت في ايد امينة. هلا بدي اياك تقولي شو نوعية الهاتف عندك. هلا بدي اياك تقولي شو نوعية. شيك المجموعة الجديدة اللي وصلت من يومين فقط.
الفيديو للناس السبيشال يعني 70 المرتبين زيك. طبعا alright خليك معايا. ممكن اشوف هاتف تبعك؟ اشوف. الله alright اوه كتير حلو بجنن. تفضل تتهنى بي ان شاء الله. طبعا الشركة الجديدة اللي هلا معروفة في كل انحاء العالم تقريبا عم تنتشر بسرعة فائقة. عندي اجود انواع المنتجات اللي عملوها من فترة قصيرة جدا وانشهرت ما شاء الله بجودتها والناس حبوها عن جد. اللي هي هيدي بوب سوكيت. طبعا هيدي منتشرة في كل انحاء USA. تشرى هيدا المنتج العالمي الموس راح يصير هلا بوب سوكيت هيدا كل الناس بيحبوه. بوب سوكيت صار كتير 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 مشهور وبيستخدموه تقريبا في USA كل الناس. يعني صار يعني كأنه نشيد الوطني هيك يعني. سو مشان هيك عم بيستخدموه كل الناس. عرفنا استخدموا لهلا تقريبا الصغار والكبار استخدموا. طبعا تسألني شو بيستخدموا هاد؟ انا راح اقول لك سيدي بيستخدموه في السيارات او على اي مكان في البيت. سيرفيس يعني اني سيرفيس لايك يعني عائق او هيك شيء يعني يكون مسطح يكون قادر على التصاق عليه. سواء مثل لاصق شايفين هون الكاتالوج هيك بيورجي لك اياه. سو هيدا الهاتف. سو هيدا لما تفتحه بتحطه تلصقه على على الكمبيوتر مثلا او على الحائط او مثلا على او مثلا حتى ايفن على الحمام. حتى مثلا الحمام يكون هيدا من نوع السيراميك او نوع من انواع الطوب اللي بيكون قابل للالتصاق او الحائط العادي كمان اعتقد بيلتصق كمان هيدا. كمان في السيارات في عندك الداشبورد. داشبورد بتحطه بيلتصق بسرعة فائقة كتير 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 good lovely. اللاصق تبعه كتير مميز. مجرد ما بتلصقه على اي مكان بيلتصق على طول. كتير مميز. مصنوع بشكل جيد طبعا. لازم تشتري من اماكن المعروفة لانه صراحة من بعد ما انتشر بلشوا الناس بيستخدموا منه على او بيبيعوا بشكل غير مصرح يعني بيكون مقلد وهذا الشيء سيء. فاكيد لما بتستخدموا الشيء المقلد ما راح يكون بقدرة الاصلي. ممكن راح يكون غير قابل للالتصاق او ممكن يكون سهل الانتزاع. سو مشان هيك ما بنصح اشتراء المقلد. اشتري الاصلي دائما حتى تكون مريح بالك. سعره بين ما بقدر اقول لك يعني رخيص او غالي يعني بين الغالي والرخيص. بس شو بدي اقول يعني لو بيكون بشكل ارخص شوي يعني ممكن افضل يعني ممكن بيبيعوا ب $15 اقل شيء في الاسواق العادية. $15 بلس شيبينج. ايه هيدا اذا بتشتري من محلات من خارج يعني ولايات سو بيكون اكثر من 20 تقريبا راح تحصل عليه. لكن الافضل شراءه من اماكن معروفة واللي تكون متوفرة في الستورات زي هون. يعني انا بوفر لك اياها وراح توفر مصاري الشيبينج اللي هو دليفري. سو ما راح تحتاج لانه هيو ليكون جبته لك في محل. سو كمان في عندك بيجي معه كمان اكسترا لاصق. سو جست ان كيس اذا ما ضبط معك واحد منهم الاول او بدك ما تنساه وبدك تحطه في مكان تاني فعندك اكسترا لاصق جوا في الباكيت بيكون يعني كتير 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 ممتاز. ينحط على السيارات. فكتر الناس بيستخدموا على الداشبورد. اغلب الناس عم بيستخدموا على الداشبورد كتير مميز. سو هلا بقول لك كيف يستخدم هذا لانه في كمان قطعة تانية بيجي منه فايدة ضروري كتير. فكون معي.
سوكيت سوكيت نخليها جنبي. هلا بفرجي لك القطعة الثانية اللي هي يحتاجه القطعة الأولى. فأكيد القطعة الثانية بوب سوكيت هيدي بيك تستخدم مثلا. شوف والله هيك شايفين؟ شايف هيك بينخلع يعني على قطعتين من عقده على الهاتف. فيك تفتحه او تسكره هيك هيك. هذا لما ما بدك تستخدمه تفتحه هيك بهذا الشكل وتمسكه بهذا الشكل تستخدم. سوني ركسون سامسونج هو حتى نسيت الأنواع الهواتف القديمة اللي كنا نستخدمها زمان. بس أغلب الأنواع الهواتف هدول كومبيتبل معهم يعني بيكون عادي استخدامهم مع بعض. So you will be fine يعني كل شيء تمام. كمان يعني راح تكون بيد أمينة. هدول أنواع مميزة جدا شايفون يعني كتير كتير كويسين. سوكيت مميزين جدا هذول. طبعا اغلب الناس في يو اس اي بيستخدمون شباب صبايا كبار صغار كتير صار فيموس هذا بوب سوكيت. طبعا في بريطانيا بيستخدموه في فرنسا كمان. صار يعني زي النشيد الوطني. يعني بيستخدم لكل الناس. يعني ما في هاتف هلا تمشي ما في هاتف بيد اي شخص الا بتلاقي معه بوب سوكيت على الهاتف من ورا بيلتصق حتى على الكوفر. يعني مش شرط الا على هاتف بدون كوفر كمان بيلتصق مع الكوفر على طول. بس انت لا تخلعه دائما حتى شو لا اللصقه تبعه تخرب. مجرد ما تلصقه في مكان محدد خلص هو راح يصير طبعا هذا ما بيجي معه لاصق اكسترا. هذا بيجي معه هذا بيجي معه هذا ما بيجي معه هيك بيكون. هذا كتير منها. انت هاي نوع ما بيت هذا اكيد بدك اياه. اوكي قلت لي بدك الاسود. طيب هدول لا ماشي هدول خلي مع جنب. هدول خلي من البنات. الشباب بيحبوا هيك. بس فيك تاخذ مثلا لخطيبتك او لحدا زوجتك مش مشكله بتكون هديه كيوت. طبعا الصبايا والشباب بيحبوا عن جد ما حدا راح يقول لا على هيدي الهديه. طبعا كتير حلو.
اكسسواريز لهاتف جديد. شو نوع الهاتف عندك؟ اوكي ايفون اكس ار. حلو بلا شوفه. كتير شكرا لك. اهلا وسهلا مع الاكسسواريز للهواتف النقاله الخليويه الجديده. طبعا ما راح تلاقيها في مكان تاني، راح تلاقيها عندي بس. سو انا استوردتهم من قريب، من يومين بس وصلوا على المحل. سو هلا عم نحطهم في التعليقات في الشلف. سو مشان الناس يشوفوها. طبعا هذول النوع يعني ما راح يهدوا، هدول هيك راح يشتروا الناس على طول ان شاء الله. سو بما انه انت هون خدي لك، بنصحك خدي كتير على ما طبعا في محلات التانية وفي الاونلاين كمان ببيعون كتير غالي ومع بلس شيبينج. انا طبعا وفرتكم الفلوس الشيبينج، سو ما راح تحتاجون انه تدفعوا فيس للشيبينج. سو راح يكون بيك اب هون، راح تاخدوا من هون من المحل. شايفين كيف انا بداري الزباين اللي عندي؟ طبعا من عيوني. طيب قلتي لي بدك لون معين او شي ستايل، بدك افرجي لك ستايلات. طبعا انا جالي بوب سوكيت الهولدر، اذا بدك هولدر جديد اللي بيكون على السيرفس. سو هيدا هيدا جديد بدل اللي بيكون معلق زي البلاستيك في نافذة التدفئة والتبريد. سو هيدا ما راح تحتاجين تخلي شي هناك. سو هيدا راح يكون لاصق في اي مكان، محل في الداشبورد، في مكان فضاء وبلاستيك بتحطيه على طول بينزل اي شي. هيدا راح يكون بلاست بدك يا على عيني وراسي، اخلي لك يا هون. هيدا زي ما بقول لك والله راح يكون يعني شي ما راح يأدي في المحل على طول، الناس راح يشتروا ان شاء الله لانه نوعيش. هدول البوب سوكيت من هذا اللي بيتعلق في الهاتف هيك. سو هيدا راح يكون بينك، وفي عندك الفلاور ورقة عباد الشمس. هيك بتحبي هدول اثنين؟ طيب بدك اثنين من هنا. انت بتعرفي اوريدي كيف يعني بتحطي على الهاتف، صح؟ ما راح تحتاجي انا اساعدك. طيب اوكي سو هدول خمسة
اهلا وسهلا فيك. الكاشير هناك